كاب اف ام الكلمة ليك. كلمات مع سفيان بن فرحات. ما الذي ترجوه من دنياك لولا الكلمة؟ وتكلم وتألم ولتمت في الكلمة. قال لك اللي يذوق البنة ما يتهنى. تضاربت التصريحات في مجلس الشورى حركة النهضة، خاصة بعد ما قالت سي حمزة حمزة اللي الحركة ما هيش ناوية تتراجع على التعيينات الحزبية في المفاصل الإدارية. وسارع أحد أعضاء مجلس الشورى حركة النهضة باش يفند كلام سي حمزة حمزة ولو بصفة غير مباشرة. يبقى السؤال، مش كما يقولوا اللي ذوق البنة ما يتهنى، واللي بلتوا الحسنات الحزبية في المناصب الإدارية زعما مازال يسمع كلام الطيب كيف يقول اللي شاح يلبس؟ كيف كنا خشاشة الصغار نتكعبلوا في الحفصية بين خرفت سيدنا علي ولا سلغول عند القوال والفداوي والفجر في صندوق عجب وسيم سلابيم متاع السحار. كان الدولتيوس يقول في آخر المشوار البراني على برا والمغروم يجدد. واليوم صندوق عجب بنفسه يشهق وما يلحق، والغاشي لا يعجبه العجب ولا الصيام في الجب، والخرفة هي هي كحلة وحمرة وضحك على الذقون، وصوت الدولتيوس مازال يشرقع البراني على برا والمغروم يجدد. واللي يتاكلوا الجاروسة بالغصب والحيلة والتشيتين وتلمس في العينين لازم يجي نهار ويتبدد. وكما قالوا ناس بكري، اشفوا كلامي يا الخاوة، العصفور الحر كيف يتشد ما يفرفتش، واخسر وفارق وقول من الله راحة وخلي كلام العيب في مطرح. وتخطيت سنين عثرتها الكلمات، كلمات مع سفيان بن فرحات. كاب اف ام الكلمة ليك.